السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما عمري صورت لكم هذا الشارع. هذه طالب رجال خوتي من أقدم الأحياء في مدينة أكادير. هذا الشارع هذا تصيب في العهد ديال طارق القباج. هذه تحسب لطارق القباج. شارع لال محمد الله. الناس القدام ديال أكادير غادي يعرفوا هذا الشارع هذا. صراحة تصيب واحد الطريقة مزيانة. واخا هو مدينة أكادير من ناحية الأحياء اللي من ورا الزلزال اللي راه اللي تبنى من ورا الزلزال مباشرة يعدون على رؤوس الأصابع، ولكن المهم راه داخل فيهم حي تاع البرشت. نمشيو حتى الاخر، هنا كاين ستوب في طونسيون. هنا باقي في شارع لال محمد الله وفي طونسيون من واحد كوتي سبور كاين هنا، راه كيخرج على عباد الله لي زاركاد كلشي كيعرفها. هنا كاين ناس نقد الدرارقة. المهم طالب رشد الناس ديال أكادير الحقيقيين اللي كيعرفوا طاهري لا يعرفوا هذا سميتو. انا دزت في طلب رشد هذا الاحياء هذا حافظته بصراحه. المهم راه اعيد الاعتبار لحي طلب رشد. الحمد لله انه دخل في اطار هذاك البرنامج ديال اعاده تهيئه الاحياء ناقصه التجهيز، برنامج التنميه المحليه، برنامج الملكي. ها هو المتحف ديال الأمازيغية هو هذا. شركة محسن هي اللي تشرف عليه. دابا شي نهار نضربو شي ضريبة هنا نصوروه. متاحف صراحة كتجلب واحد النوع من السياح اللي هو السياحة الثقافية. تبارك الله هاد الشركة هادو راه واعرين هاد محسن هنا. نديرو شي تصويرة فيهم ان شاء الله. متحف التراث الامازيغي اللي بغى يشوف فين كيتبنى غادي يشوفوه هنا. انا اوريكم هادشي كلشي. دابا علاش هضرت انا دابا متحف التراث الامازيغي جا قبل مع هاد الجدر هذا. وصراحة راه المكون الامازيغي راه لا يمكن اننا نتغاضوا عليه ولا نحيدوه، لان المغرب دولة امازيغية ولكن كاين مكون عربي. لان كاين اللي كيقول لك لا راه كاين الامازيغ وكاين العرب. والدليل على ذلك ان اللغة العربية الدارجة راه كاينة بالاضافة الى الامازيغية بالشلحة والريفية والتمازيغ ولا ما عرفت سميتها. احنا ما ندخلوش في هاد الصراعات هادو. علاش؟ لان تجمعنا راية واحدة ووطن واحد. هذا مسجد لبنان، هذا احسن مسجد في مدينة اكادير من بين اقدم المساجد. بني سنة 1969 من طرف المقبول حسن الثاني. شارع الجيش الملكي. هنا كاين الريب كيرل، كاين السواتش، كاين هذا الشارع هذا. هاد لابارتي هادي خص تعاد فيها النظر. استعود كاملة انهم صايبوا شارع الحسن الثاني. اذا هاد لابارتي هادي خصها تعاد. نورمالمون هادي كانت خصها تدخل داك البرنامج من الحضاريه. ما عرفتش انا اش ما دخلوهاش. سبقية الخوت هنا في جميع المناطق.
الانسان يكون شويه متحضر، سواء عندك طوموبيل، سواء عندك كاميو، سواء عندك موتور، احترموا الراجلين، راه الاسواقيه للراجلين. راه واخا كتكون عندك طوموبيل ضروري ما كتكون راجل. راه الامبراطور كيولي راجل، الملك كيولي راجل الا تزلم الطوموبيل. اذا غير باش تعرفوا، افوني جينيرالك الثاني، هنا كاينين لي بونك، ها هو الكريدي اغريكول، لا بي ام سي. هادو هذا السياج ديالهم ديال اكادير، برينكس، عارف برينكس هادو صحاب الفلوس، شركة أمريكية تعود إلى سنة 1859. بنك أوف أفريكا الولاية. وديما فاش كندوز من هنا كنتفكر ديك الشوال اللي داروا داك مع ديك لابريزونطاسيون ديال فاش جا الوالي مسكين وضحكوا عليه بالحافلات العادية الجودة، بريزونطاو بلي تما. هنا والله إلا باقي كنعقل هنا واحد الدريول السيكتور هو اللي تلاقيت معاه غير بارازار قال لي راه كيبريزونتي داكشي فهادي الصحافة البرقاوية تما تيصورو إنجاز تاريخي. الناس عندهم مترو الأنفاق وكاع ما كيهضرو. أكادير الخطرة غادي تحرك تاني في هاد السيمانة الجاية، لأن بعد جمود اقتصادي نوعا ما كما كتعرفوا راه بعد 20-30% ديال الاقتصاد ديال مدينة أكادير معتمد على السياحة، السياحة الداخلية والسياحة الخارجية. السياحة الخارجية راه لي زوتيل هما اللي كينفعوا منها بزاف، السياحة الداخلية الناس اللي كيكريو لي زابارتومون موبلي القضية من ناحية الحوانت، من ناحية السوق الحالي، من ناحية شحال من حاجة. من المترقب أن أبارتير دو ديمونش إن شاء الله ولا السبت، كي اللي غيجي السبت تحرك شوية القضية وشوية الرواج الاقتصادي. قصبة أكادير وفلا ما كتبان من هنا. دير خطا هربون بيكالا، كل من هنا ندوز نيت في الباساج بيطون باش ما يقيسنيش حتى شي واحد. نورمالمون هنا راه كانوا خصهم يديروا الباساج ديال بيكالا، ما داروش. شكرا لكم.